دكتورة سامية محمد احمد سعيد، أستاذ جراحة التجميل كلية الطب، مدير وحدة رعاية وجراحات الوجه والرأس والأطفال. تمام. الوحدة دي قايمة على ايه وعملت كام حالة؟ الوحدة دي منشأة بقرار وزاري من سنة 2013، لكن هي الشغل في مجموعة الأطفال دول احنا بنبتدي من 2008 2009. والغرض من الوحده ان احنا رعايه، يعني في الاول في الرعايه دي تشمل العلاج، التاهيل النفسي، تحديد الجينات بتاعه الامراض المختلفه، رعايه الاسنان كذا، وبعدين الجراحات دي بتبقى كلها جراحات تجميليه، بتشمل جراحات الشفه الانابيه وشق الحلق واعاده هيكله الاذن وضمور الفك، التحمل عظام الجمجمه. الوحده عملت، احنا اشتغلنا على حوالي 1000 المسجلين، 1508 حاله، وهذه الحالات فيها فاريبيليتيز، يعني بعض الحالات عملنا فيها مريض او يعني المريض عمل عمليه او اتنين، وبعض الحالات عملنا لغايه 5 6 عمليات حسب كل حاله. الحالات دي كلها حالات بتبقى متفرده، وكل مريض حاله متفرده بذاته. عندنا وحالات الكرينيوفيشيال، الحالات اللي هي تشوهات الجمجمه والراس، ده اشتغلنا 344 حاله، وحالات الوحمات الدمويه اشتغلنا 178 حاله. تمام. ايه المطلوب عشان الوحده دي تنشط، الوحده دي تستوعب؟ احنا محتاجين اماكن اكتر لاستيعاب عدد اكتر من الاطفال، محتاجين وحده ليزر، احنا عندنا نقص، يعني احنا عندنا كل حالات الوحمات الدمويه محتاجه ليزر، واحنا للاسف ما عندناش ليزر، واحنا كنا عاملين مشروع مع التعليم العالي وان شاء الله بنكمل فيه، بنحاول ان احنا نجيب اجهزه ليزر للوحمات. قوام الانتظار وصلت عندكم لحد كام؟ لا احنا قوام الانتظار، احنا مفهوم قوام الانتظار المعتاد لا مش عندنا، احنا عندنا العيان بياخد اكتر من ميعاد لاسباب ليس لها علاقه بان احنا عندنا قوام انتظار، بس ارتباط قوام الانتظار بميعاد العمليه، يعني الاطفال في عمليات بتتعمل على سن 3 شهور، في ميعاد 9، في ميعاد بيتعمل على سن سنه، في ميعاد بيتعمل على 3 سنين، فهي مش مفهوم قوي لقوام انتظار اكتر ما طبيعه العمليه والتايم بتاع التايم تيبل بتاع العمليه. اكتر المحافظات اللي هي بتتردد على الوحده يعني محافظه سوهاج وقنا، وبعض حالات من البحر الاحمر واسوان، واحيانا من بني سويف، بيجينا حالات من بني سويف ومنيا قليل.